طالب سكان دائرة جملة بولاية جيجل بفتح عيادة للولادة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية نظرا للمشاكل التي تلاقيها المرأة الحامل بهذه المنطقة النائية. كان اليوم يصب الثلج على الميسين، كارثة في الزيادة، تجي المرأة تزيد له هنايا. السلام عليكم، عكبس. وضع خلق العديد من القصص والمآسي، عنوانها ميلاد على قارعة الطريق. بزاف الناس اللي يزيدوا من سامع الطريق. انا زوج خلقوا لي مع الطريق، وحده خلقت لي في بارك دي الصحراوي وواحده في قاوس، زوج دراري. 2008 زيدت لي المراه في البارك تاع الصحراوي في الليل على 12 دي الليل. مدير المؤسسه العموميه للصحه الجواريه بجمله وفي رده عن انشغال السكان استبعد حلا في القريب العاجل. المجتمع يظن باللي فتح مصلحه ولادات في البوليكلينيك في عياده متعدده الخدمات راهي تفري المشكل نهائيا تاع الولادات في المنطقه هذيك. لا، تفري 30% برك، 30% الاخرين 70% ولادات خاصه ب سبيطار لو بي اش تي لو بي اش تابليسمون بوبليك اوسبيتالي. المصلحه الولاده راهي بعيده، ايماجين توا اون كومبليكاسيون في مصلحه الولاده 42 كيلومتر دو بلوك اوبيراتوار، 42 كيلومتر دو سيرفيس دو رانيماسيون. الريسك كي كوميم تي تي بو اكزاجيري، اي تي بو اوغمونتي، اي تي بو ايليفي. فهمتني؟ ها؟ دونك كاين سلبيات وكاين ايجابيات. ها؟ هي نقول لك ماشي غير ممكن. نقول ممكن، مي باش نحيو الريسك او ما كانش. وبين مطلب السكان وواقع المؤسسة يبقى وضع المرأة في أسوأ حال، هاجس الوضع في الخلاء.